التجمع الصحفي الديمقراطي أن ما جرى أمام مجمع المحاكم برام الله المحتلة ظهر أمس ليس فقط الاعتداء على الصحفيين، هناك الأخطر من ذلك بكثير. اليوم نحن نتحدث عن اعتداء على رمزية الشعب الفلسطيني، نتحدث عن الاعتداء على أهالي الشهداء، بل نتحدث عن محاكمة الشهيد، نتحدث عن فضيحة كبرى. يحاكم الشهداء والأسرى في محاكم فلسطينية، ما الذي يحدث؟ صدمنا بالأمس عندما تم الاعتداء على الصحفيين، نعم صدمنا واحد الصحفيين يصرخ وهو يحمل مكبر الصوت وينادي ويعترف ويقول أنه صحفي، والاعتداء عليه مستمر من قبل عناصر الشرطة. مشاهد صادمة لا يمكن لأحد أن يزورها أو يزاود عليها، نقلتها كل شاشات التلفزة. لكن مجددا نحن نقول أن الأخطر هو الاعتداء على رمزية الشهيد. نحن نوجه لهم رسالة، ونوجه رسالة إلى كل المعنيين في هذه الأرض المباركة، في غزة وفلسطين والقدس والشتات والثمانية واربعين، عليكم أن تكونوا صفا واحدا. نقول لزملائنا الصحفيين، نحوا خلافاتكم جانبا وتمسكوا بالمهنية العالية، تمسكوا بالموضوعية، تمسكوا دائما بأخلاقيات المهنة حتى تستطيعوا أن تواجهوا المرحلة القادمة صفا واحدا. الصف الذي تحميه. يشدد التجمع اليوم على أن مذهولين عندما يصبح الإعلامي والصحفي الفلسطيني متهم بسبب حرية الرأي والتعبير، حيث بات واضحا أن زملائنا هناك في الضفة الغربية يعيشون بين مطرقة الاحتلال الصهيوني من جهة، وبين سندان الأجهزة الأمنية القمعية التابعة للسلطة الفلسطينية بكل أسف. ففي الوقت الذي يقبع فيه قرابة 22 صحفي وإعلامي من زملائنا في سجون الاحتلال الصهيوني، فإننا ننظر بألم كبير إلى الإهانة المتكررة والمقصودة التي يتعرض لها الصحفيون من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. نبدأ الآن إن شاء الله. السلام عليكم. كما يعيشها الصحفي الفلسطيني، ولطالما